والمنظومة الأمنية والعسكريين بفضل مهمة معنا تونس آمنة، وجهة سياحية آمنة، وهذه يجب نحافظ عليها المسألة هذه، وهذه يعطينا الثقة، ثقة متاع الناس الكل، الشركاء متاعنا متاع الحرفاء متاع الزوار لبلادنا، وهذه تشوفوه معناها من خلال معنا عودة الرحلات السياحة البحرية اللي سنة معناها إن شاء الله مبرمجين فما قرب 80 رحلة باش تصير على تونس، وإن شاء الله معدد الوافدين ولا تقريبا باش يكون في حدود 220 ألف وافد من خلال معناها البواخر هذه اللي تجي في أساسا في ميناء حلق الواد، فما زالك في سوسة، ممكن زالك في جرجيس، وإحنا نحبوا بطبيعة الحال نزيد نطوروا هالسياحة هذه خاطر فيها قيمة مضافة عالية، خطر السياح هذوما عندهم بطبيعة الحال قدرة انفاقية عالية، وبطبيعة الحال تعرف اللي القطاع السياحي يجب في حاجة ديما لاستثمارات جديدة، في حاجة للتجديد، في حاجة معناها لتهيئة متاع المنشآت والمؤسسات السياحية، ومعناها جينا في زيارة متاع متابعة متاع تقدم معناها أشغال متاع نزل في المستير اللي هو باش يكون معناها نزل موجه بالأساس للسياحة العائلية، وهذه باش نكون إضافة للمشهد السياحي والعرض السياحي هنا في ولاية المستير وفي المنطقة السياحية في المستير. النزل هذه معناها مواصفات نجم نقولوا معناها طيبة، فما احترام تاع الجوانب البيئية، اقتصاد الماء، اقتصاد في الطاقة، التكنولوجيا الحديثة، هذه متوفرة، وخاصة معناها الجانب معناها كل ما يتعلق بالترفيه العائلي هذا كل متوفر. مستير في حاجة إلى مشروع كيما هذا، إن شاء الله فما إضافات أخرى، فما كيما سنة الفارطة فما أحداث معناها نزل فخم سنة 5 نجوم، وإن شاء الله معناها بالحال تتوالى الأحداثات بقيت ولاية الجمهورية التونسية. إذا كان فما الاستثمار والمستثمر اللي قام بضخ الأموال هذه، هذه تأكيد لفما ثقة في الوجهة التونسية، تأكيد متاع الانتعاش والعودة متاع الوجهة السياحية التونسية في على المستوى معنا الإقليمي المستوى الدولي، وكذلك معنا هذا يزيد كذلك احنا يحملنا مسؤولية أخرى اللي هو يلزم بطبيعة الحال فما أمبالية سيبريور لازم نمشي، وإحنا نحكي على النورم دو كلاسمون المواصفات الجديدة متاع نزل اللي هو إن شاء الله معنا باش تخرج في القريب، اللي هي إجراءات واللي هي شروط اللي يكون في الجانب البيئي لا ديورابيليتي، في الجانب توسكي اكسيسيبيليتي معناها نتاع ناخذ بعين الاعتبار متطلبات نتاع ذوي الحاجه، حاجات الخصوصيه، ذوي اصحاب الاعاقه، كذلك المساله نتاع البيرسيبسيون خاطر باش ندخلوه في النورم كلاسمون، خاطر قبل النورم القدم كانوا فيهم النورم فيزيك، توا باش ندخلوا معناها الكليون كي يجي هو بيدو راهو يساهم في يا الترفيه في التصنيف يا في الحط في التصنيف. احنا في السنه الفارطه كان حققنا نتائج طيبه، سجلنا كما تعرفوا ناس كل معناها وفود قرابة 9.4 مليون وافد على بلادنا، سجلنا عائدات سياحيه بقرابة 7 مليار دينار. السنه بطبيعه الحال نحبوا ناكدوا النتائج نتاع السنه الفارطه، ونحبوا ناكدوا بطبيعه الحال اللي احنا ماشيين في الطريق الصحيح في القطاع السياحي، ولكن مع التركيز بالاساس على الجانب بتاع الجوده، جوده بتاع الخدمات، جوده بتاع البنيه التحتيه، جوده بتاع الاستقبال، وهذه الكل في المنظومه نحكي عليها لشان دو فالور توريستيك اللي هي حلقات مسترسلة، حلقات متواصلة تبدأ من المطار وتوفى من المطار، فيها المحيط السياحي، فيها النقل السياحي، فيها الإيواء السياحي، فيها المواقع الأثرية والتاريخية، يلزم هذه الكل حلقات الكل فيها الجودة، وهذه مهم جدا، فمسؤولية بتاع الناس الكل إي كومبخي المسؤولية بتاع المواطن باش موا على الفولي بتاع النظافة والعناية بالبيئة على خاطر مهم جدا.